مشاهدينا الأفاضل، ونحن ما زلنا نتواصل في هذا اللقاء الخاص مع خبراء من شبكة الجزيرة، وذلك على هامش الدورة التدريبية، دورة الإعلام الشامل الذي تقيمها كلية الإعلام بجامعة أفريقيا العالمية بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام. أرحب بكم جددا ضيوفي الأكارم. وكنا قد بدأنا الحديث قبل الفاصل عن أن هنالك فرق ما بين الحرية وما بين الفوضى. ما رأيك أستاذ توفيق؟ الحرية مطلوبة من أجل صحافة ناجحة. لا يمكن أن يكون هناك صحافة ناجحة بدون حرية، وحرية التعبير هي التي تصنع الفكر الصحيح في المجتمع. أما ما قلت عن فوضى، فأعتقد أن يعني كلام مبالغ فيه، ربما يعني يثيره من لا يريد الحرية في حرية التعبير في النهاية. أعتقد أن الأمر مبالغ فيه، ولكن هناك بعض وسائل الإعلام التي في الحقيقة تورد كثير من المعلومات الخاطئة وتحاول أن تسيطر على عقول الناس وأفكارهم وتوجيههم اتجاهات معينة، وبالتالي يحصل كثير من التشويش على المتلقي. يعني هنا نعود إلى مسألة التدقيق في المعلومة والتدقيق، هذه لم تعد وسائل إعلام يعني مهنية ومتوازنة، هي أصبحت أدوات وأبواق. هي ليست وسائل إعلام، أدوات لجهة معينة أو أبواق لجهة معينة بهدف سياسي أو إيديولوجي أو أي هدف آخر، ليست وسيلة إعلام مهنية. نحن نتكلم عن وسائل الإعلام المهنية التي يجب أن تتوفر لها الحرية. أما ما هو غير مهني فهو خارج موضوعنا. عليك أستاذ. لا، أنا متفق تماما مع ما ذكره الأستاذ توفيق. مسألة الضبط أيضا مطلوبة، لكن الضبط ماذا؟ أن تضبط هذه التفلتات المضرة، ولكن مطلق الحرية لا، ليس هنالك إعلام بدون حرية. الحرية مطلوبة للإعلام، والإعلام إذا كان موجها توجيها واضحا لا يستطيع أن يؤدي رسالته، لأنه من رسالة يعني من أبسط تعريفات الرسالة الإعلامية أن تكون متوازنة. فأنت لا تستطيع أن تكون متوازنا إن لم تكن لديك الحرية لتفعل ذلك. أنا أأتي بهذا الرأي لأنه يؤيد الفكرة، وأرفض هذا الرأي لأنه ضد هذه الفكرة. فإذا لم تتوفر الحرية فلن يتم ذلك. الحرية لا تعني بأنك أنت تتعرض إلى الناس بما يسيئهم مثلا، أو أن تأتي بمعلومات خاطئة تظهر بعد قليل بأنها قد تؤدي إلى هلاك، أو ما يعرف حاليا نتكلموا عنه الناس ما يقول فيك نيوز. يعني هذه فيك نيوز ليست حرية، لأنه فيك نيوز هو ترجمة معناها الأخبار الزائفة. وهذه ظهرت في الفترة الأخيرة، غزت الإنترنت بالتأكيد، لأنه أصبح من أي من حق ومن مقدرة أي شخص أن يبث على الإنترنت. فهنا الضبط مطلوب، وهذه ليست حرية، هذا تجاوز على الحرية أو أخذ الحرية إلى مسار آخر. هنا يعني أعتقد أنه خطر آخر بالنسبة لصحافة الإنترنت في هذا المجال، يعني عندما تستعين بالسيتيزن جورناليست كما قلت أو كما سميته المواطن الصحفي، يعني لا يوجد مواطن صحفي بدون توجه سياسي، غالبا ما يكون له توجه سياسي معين، ولذلك يعني لا يكون دائما الخبر الذي يريده المواطن الصحفي صحيحا 100%. لابد أن له بتوجيهاته حتى بالمفردات التي قد يستخدمها اتجاه معين، فهو ليس خبرا محايدا. وهذا يجعلنا نعود بلا أن ليس كل ما ينشر هو صحيح. وعلى المواطن أن يكون يعني يعرف كيف يميز ما بين الخطأ وما بين الصحيح. ربما تعدد الروايات يضع يعني هنا الإيجابية في الموضوع، يضع المواطن أمام رواية من جهة ورواية من جهة أخرى، وله بعد ذلك أن يحكم عقله. هذا معنى الحرية. معنى الحرية في الإعلام، حرية التعبير، أن تتيح المجال لكل الآراء لكي تقول
ما لديها وعلى المشاهد أن يحكم بعد ذلك. نعم صحيح. هو أنا 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 أؤكد تماما على ما ذكره الأستاذ توفيق، لكن فيما يتعلق بالأخذ من وسائل التواصل وزي ما أشار الأستاذ توفيق موضوع المواطن الصحفي السيتيزن جورناليست، أنا بالتأكيد أنا متفق معه تماما، لا يجب الأخذ من كلامه هذا باعتباره لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا. اللي نظروا لإمكانية واللي طبقوا إمكانية الأخذ من المواطن الصحفي وضعت لها ضوابط. والإعلام يعني أنا أتصور الصحافة إذا كانت هي أونلاين صحافة صحافة إنترنت أو صحافة ورقية أو صحافة تلفزيون أو إذاعة، في النهاية هي صحافة وقائمة على ضوابط، على الدقة، على المصداقية، هذه مسائل لم تتغير بتغير الوسيلة. الأخذ من المواطن الصحفي، أنا إذا أنا وسيلة إعلام يجب أن لا أخذ من المواطن الصحفي كلامه كما هو، أن أعتبر هذا المواطن، يعني أنا مثلا الآن واحد موجود في سيراليون، في حدث في سيراليون أو في الجزائر، لست عندي مراسل، لست عندي صحفي موجود هناك، أنا ربما أعتمد على هذا الشخص كالمواطن الصحفي كمؤشر، ولكن هو أورد المعلومة، أنا علي أن أتأكد من هذه المعلومة، علي أن أتأكد من هذه الصورة وتماما قبل أن أتخذ قرار النشر. والآن في وسائل كثيرة جدا للتأكد من دقة المعلومة، يعني الآن في مبدأ جديد في كل غرف الأخبار هنالك وحدات للتحقق من مصداقية المادة المأخوذة من وسائل التواصل، وهذه مسؤولية، هذه مسؤولية كل وسيلة إعلام لا تنشر إن لم تتأكد. وبتشوف نحن مرات في بعض وسائل الإعلام تنشر لك حدث مع تشابه الأحزان والقتل والمآسي، حدث في سوريا ينشر على أنه في اليمن والعكس تماما، ولكن هذه الآن في وسائل عبر جوجل مابس، عبر وسائل كلها تأكد أنه هل هذا فعلا في سوريا ولا في مكان آخر من الكرة الأرضية. وعادة يحدث هذا بعد فوات الأوان. لا يجب أن يحدث قبل فوات قبل فوات الأوان. نعم. ونحن نسجل هذه الحلقة من داخل كلية الإعلام بجامعة أفريقيا العالمية، ومن داخل هذا الاستوديو نريد منكم أن نتعرف على الفرص التي يمكن أن تنطلق منها هذه القناة أفريقيا العالمية وتجاه العالم ككل وتجاه القراءة الأفريقية خاصة. أعتقد البداية هي من الاستفادة من الكوادر التي يعني تخرجها الجامعة وتدريبها التدريب الكافي بحيث تستطيع أن توظفها للانتشار، ثم إيجاد مراسلين لها في العديد من الدول الأفريقية بحيث تصبح شبكة إعلامية. ثانيا يجب أن تكون لها علاقات مع المؤسسات والمنظمات الأفريقية العديدة على رأسها الاتحاد الأفريقي بقنواته المختلفة، قنواته الإعلامية، قنواته الاقتصادية، قنواته السياسية، بحيث يعني مجموعة العلاقات هذه تعطيها سهولة الوصول إلى المعلومة وصوت وإعادة نشرها. أستاذ عثمان، يمكن بالنسبة لي أنا أتصور أنه هذه القناة لديها فرصة كبيرة جدا الآن في هذه الجامعة كما ذكر أكثر من مرة وكما قيل لنا، وهذه بالنسبة لنا كانت أول مرة أعرف هذه المعلومة، أن بهذه الجامعة أكثر من 80 جنسية، وهؤلاء لأفريقيا منهم نصيب الأسد، فتستطيع فعلا كما ذكر الأستاذ توفيق أن تستفيد من هذا الكم العدد البشري. هناك أيضا فرص أخرى، أنا كما ذكرت أن هذه القارة مليئة في أفريقيا تحديدا مليئة بما يمكن أن يعرض للآخر. أنا عادة أدعو إلى ما يعرف بالإعلام المتكامل التكامل، يعني زي ما كثير من الناس الآن لم يعد يقرؤون الصحف والآخر لا يشاهد التلفزيون أو النسبة قليلة، فأنا أتصور إذا استفادت هذه القناة من إمكانية وسائل التواصل وتواجدها في أكثر، أن تنشئ لها صفحات على الفيسبوك، ربما تكون عندها صفحات على تويتر وصفحات على اليوتيوب، وتنقل مادتها
نحن الآن أصبح المشتري موجود في مكان آخر. يعني الكثير من الناس لا يفتحون التلفزيون حتى يرون. أنا شخصيا في مرات قد لا أجد الزمن حتى أتابع برنامج معين، لكن ليست هنالك مشكلة. سأذهب إلى اليوتيوب بعد ساعة أو ساعتين وأختار الوقت المناسب وأختار المادة وأشوف. طبعا هذا يتطلب توفر بنية الإنترنت زي ما قلنا في البداية، ولكن على هذا بديل. والناس الناس الآن يوجدوا في ذلك المكان، فيجب أن نعمل صفحات للقناة على وسائل التواصل على اليوتيوب، نستغل كل هذه الوسائل ونستغل إمكانياتها في أننا نصل إلى الناس. في النتيجة من لا يأتي إليك تذهب إليه. بالضبط. أنا شاكر لك جدا أستاذ توفيق طه وأستاذ عثمان الكباشي، ونتمنى أن تكون إقامة طيبة بيننا هنا في السودان إن شاء الله. شكرا. كان هذا لقاء خاصا مع أسرة من شبكة الجزيرة، أستاذ توفيق طه والأستاذ عثمان كباشي، على هامش الدورة التدريبية التي تقيمها كلية الإعلام بالتعاون مع معهد الجزيرة للإعلام. وحتى نلتقي بكم في أوقات لاحقة، لكم مني أجمل المنى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.